أهلا وسهلا فيكم معي الدورة الجديدة أوفيس 2016. بهي الدورة نحن رح نغطي برامج أوفيس الجديدة يلي هي وورد، إكسل، باوربوينت، أكسس، أوتلوك. هاي الدورة موجهة للأشخاص يلي هن جداد بشكل كامل على برامج أوفيس 2016 أو حتى الأشخاص يلي هن اشتغلوا على برامج أوفيس القديمة بيقدروا إنهم يتابعوا معنا هاي الدورة إن شاء الله ويتعرفوا على الأشياء الجديدة اللي بتختلف ببرامج أوفيس 2016. دورتنا كمان راح تساعد الأشخاص اللي حابين يتقدموا لامتحان شهادة ICDL. طبعا نحن ما راح نغطي المنهج تبع ICDL، إنما كل البرامج اللي راح نحكي فيها متضمنة ب-ICDL وإن شاء الله بتستفيدوا منها. راح نبدأ مع برامج أوفيس. رح نبدأ أول ما حنبلش ب Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook. طبعا مقاطع الفيديو رح تنرفع بشكل يومي إن شاء الله على يوتيوب، كل يوم رح ننزل شي جديد. تابعوا معنا القناة مشان تصلكم المقاطع الجديدة، كل الفائدة والمتعة بتمناها لكم.